بدون أي مقدمات وجدت أن كل الآراء التي تطلق على أصل تسمية اليمن مش صحيحة، كلها مش صحيحة. فيلا نهدر. سهلة، سموها اليمن لأنها تقع على يمين الكعبة المشرفة. غلط. سموها اليمن نسبة لأحد أبناء قحطان واللي هو يمن بن قحطان. برضو غلط. سموها اليمن دلالة على اليمن والبركة وكثرة الخيرات لأنها بلاد حبوبة وكذا. برضو غلط. ده كله مش صح. خلوني أصدمكم وأقول لكم إنه هذه الآراء كلها تعتبر آراء حديثة أتت بعد الإسلام وكلها عبارة عن أنساب توراتية واشتقاقات لغوية ما لهاش رصيد من الحقيقة. لكن لو أجينا نسأل نفس السؤال بس بطريقة ثانية، زي مثلا إيش أصل تسمية اليمن قبل الإسلام، بلاقي الأجوبة مختلفة جدا. فخلونا نبدأ حبة حبة. في النقوش المسندية أجا ذكر مصطلح يمنا في الجهات الأربعة، ولكن كان يرمز للجنوب، زي مثلا جهة الشمال كانت تنطق بشامات، والشرق مشرقا، والغرب مغربا، والجنوب يمنا أو يمنا. وحتى في النقوش القتبانية كانت تطلق كلمة يمنا على المناطق التي تقع جنوب مدينة تمنة واللي هي كانت عاصمتها قتبان. عالم الآثار يوسف محمد عبد الله رحمة الله عليه يؤكد بأن شامات في النقوش تعني الشمال ويمنا تعني الجنوب. طبعا يا حبايب، الملك اليمني القديم كان يسوي حركة رهيبة جدا، كان يتلقب بالمناطق التي يفرض عليها سيطرته، وأول من استخدم لقب يمنت كان الملك شمر يهرعش، واللقب كان كالتالي: ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت، ويقصد أنه ملك هذه المناطق، يعني الملك فيهم يدخل على منطقة يكاوش بها ويحطها من ضمن اللقب حقه. ده الطبيعي، حركات أبو يمن زمان نفدالهم. فهذه الحركة الرهيبة ساعدتنا انه نفهم المناطق، فلما الملك شمر يهرعش ضم يمنت مع لقبه فهو قصد بها جهة الجنوب، يعني يمنت كانت منطقة من المناطق التي كانت تحت سيطرته. هيا نجي للجزئية اللي تنرفز شوية. في آراء لبعض الباحثين تقول انه الحبشة هي السبب الأول في تسمية اليمن، مستندين على فترة الاحتلال الحبشي الأول والثاني لليمن، لأنهم وجدوا نقش ورد فيه اسم زيبمن أو زيمن التي تعني بالحبشية جهة اليمين، لأنه اليمن كانت تقع يمين الحبشة، فعلشان كذا كانوا يقولوا زيمن لليمن كلها. في الحقيقة يا حبايب، في هذا الرأي تحديداً هناك جزئيتين، في جزئية خطأ وفي جزئية صح. فخلونا نروح للجزئية الصح، واللي هي أنهم فعلاً وجدوا نقش لفترة الاحتلال الحبشي لليمن، وفعلاً ورد لفظ زيمن. ولكن الجزئية الخاطئة في هذه الرواية إنه زيبمن أو زيمن ما كانش يقصد في اليمن، بل هو كان اسم مكمل لإبرهة ويقرأ إبرهة زيبمن، يعني مثل اسم الملك ثأرا يهنعم. طبعا يمكن اللي ساعد في انتشار هذه الآراء بشكل واسع هو سبب الاحتلال الحبشي اللي حاول بكل الطرق فرض ثقافته ولغته في نهاية التاريخ القديم لليمن، علشان كذا بعض الباحثين بيروحوا مع هذا الرأي. فعادي نحن نتقبل كل الآراء، ما فيش مشكلة، بس لتزيدوا بيش، مش كفاية قلتوا انه ملكة سبأ حقكم، بس انا طبعا ما سكتوش، رديت عليهم بهذه الحلقة تقدروا تشوفوها. المهم نرجع لموضوعنا، ممكن نقول اللي ساعد بالدرجة الأولى على انتشار اسم اليمن هو اسم الجهة اللي هي بالمفهوم الحالي الجنوب، وهناك دلالات لغوية لكلمة يمنت، ورد هذا اللفظ في النقوش بصيغة المؤنث المشتق من الجذر الفعلي ليمن. وهنا أقدر أعرض جزئية بسيطة من كلام الأستاذ علي ناصر الذي يؤكد هذه النظرية بنفسه. في أحد النقوش في العهد الأخير للملك يوسف أسر الذي هو معروف بدون راس، يذكر أنه يعني قام بحملة كبيرة وكان معها من همدان ومن كذا ومن شعوب يمنت، هكذا يعني بشكل واضح يعني من شعوب اليمن. طبعا هذا كل اللي قلناه كان من الناحية التاريخية. تعالوا نجي للناحية الدينية. اليمن يا حبايب ذكرت في كل الكتب الإبراهيمية، زي مثلا عند اليهود واليهودية في العهد القديم ذكرت مملكة سبأ، واليهود يسموها بالعبرية تيمانيم. أما المسيحية في العهد الجديد تم ذكر ملكة سبأ الأسطورية باسم ملكة التيمن وأرض الجنوب. أما طبعا الرومان والبيزنطيون عرفوها باسم العربية السعيدة في أدبيات الرومان والإغريق. لكن في الحقيقة بدأ تعميم اسم يمن على البلاد كلها وقت الفتوحات الإسلامية، وتحديدا في العصر الإسلامي الوسيط المعروف بالمملكة المتوكلية الهاشمية. حتى في فترة المملكة المتوكلية اسم يمن لم يحمل جميع مناطق البلاد،
لأنها وقتها كانت عبارة عن سلطنات وإمارات، زي مثلا السلطنة العبدلية والفضلية واليافعية وغيرها الكثير. ولكن تحديدا في سنة 1918 على يد الإمام يحيى بن حميد الدين الذي حول الاسم إلى المملكة المتوكلية اليمنية، وأصبح لها كيان سياسي حديث، ومن ثم أصبحت المملكة اليمنية، وبعدها استقرت بشكل نهائي باسم الجمهورية اليمنية وإلى الآن طبعا. قبل الختام، كل الآراء اللي ذكرتها في بداية الفيديو ما هي إلا مرويات وآراء غير صحيحة ومأخوذة من أنساب توراتية، فلو بحثنا شويتين عن التاريخ اليمني بنلاقي جميع الأجوبة الصحيحة، وساعتها بنكون فاهمين ومش حافظين. هنا ونكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، وشكرا لكل شخص وصل إلى هذا الوقت من الفيديو، فلا تنسوا اللايك والشير، ولو فيكم طافة نزلتوا تشوفوا المصادر في صندوق الوصف. سلام يا حبايب.